ديال الوصفات كيف ما سبقت الإشارة لذلك صديقتنا عائشة من مدينة الدار البيضاء عبر الهاتف. صباح الخير. ألو صباح الخير لالا عائشة، شخبارك؟ كيف صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ الله يطول لنا عمرك. يطول عمرك لالا، مرحبا بك معنا دائما، كنفرحوا بالمشاركات ديالك معنا. الله العظيم بحال متبادل. الله يطول عمرك، شكرا جزيلا. لالا عائشة، شنو الاقتراح اللي غتقترح علينا هذا الصباح؟ نقترح عليكم دابا تبارك الله دابا عاشور. العاشور؟ دابا قريب عاشور. الله اكبر. اللي بغى يصيب دوك القريشلات داكشي نعطيهم واحد جوج قريشلات. هذوك كل هذا كي يقولوا حنا كنقولوا قريشلات. اها حتى حنايا كيجيو غزالي. قول لي كيتعملوا في العاشور زعما؟ اي كيتعملوا مع اللوز والقرقاع والتمر داكشي اللي كنحطوا في العاشور. انا جوج كيلو طحين. جوج كيلو ديال الطحين. اللي بغى يدير كيلو عندو ديال جوج كيلو، ولكن اللي بغى يدير كيلو ينقص المقادير. اييه عندنا لاله زلافه ما بين الزبده والزيت. زلافة ديال زبدة أو زيت. عندنا مليحة كالعادة راه كتكون. وعندنا زلافة سنيدة. جوج كيسان ديال الجنجلان. كيفاش الزنجلان كيفاش عامل؟ الجنجلان عادي ماشي مقطع ولا شي حاجة. كيف ما هو؟ ما حمرناه ما طحناه ما والو. غير شوية صهدناه غير شوية ماشي بزاف. ديجا يولي طيب ثاني. عندنا كاس ديال النفع البلدي. حتى هو هكاك ما نفس الطريقة. عندنا لالا واحد الساشية ديال الزهر ديال الفاني الزهر. طبعا. عندنا جوج خمارات. جوج فاني. كاس ديال اللوز مسلوق. وحدة وحدة لالا عائشة وبلاتي. جوج فاني ديال الزهر وجوج خمارات ياك؟ جوج خمارات وجوج فاني اخرين. وعندنا كاس ديال اللوز مسلوق ومفسخ. ماشي مقلي ماشي. شحال ديال اللوز شحال؟ غير كاس. كاس توا مسلوق ومفسخ. كاس ديال اللوز مسلوق. ايه وعندنا ربعة البيضات. صافي هادشي كنشوفو. ستيلو ديالي ما بقاش كيكتب. نعم ستيلو ديالي ما بقاش كيكتب. وقفت شحال؟ ربعة البيضات. ايه صافي ربعة البيضات. صافي كنجمعو هاد الخليط مزيان حتى كيجمع لينا عين. نعاودو المقادير عافاك. المقادير ديال القريشلات اللي كنحطوهم في العاشور. تفضل لعائشة. عندنا جوج كيلو ديال الطحين. الفرن زلافة ديال ما بين الزبدة والزيت. مليحة. زلافة سنيدة. جوج كيسان جنجلان ما مصهد شي شوية. كاس ديال النفع البلدي. حتى هو صهدناه ولا خليوه هيداك؟ لا لا فعير هكا. ساشية ديال الزهر ديال الفاني ديال الزهر. عندنا جوج خمارات. جوج فاني عاديين. كاس ديال اللوز مسلوق وفسخ. ومطحون مزيان من الكوك. ربعة البيضات. بلاتي الكاس ديال اللوز طحناه؟ طحناه. اها صافي كنطحنوا هو ابيض ماشي ما كنقلي ما والو. صافي فهمتك. اها كيف ما هو ربعة البيضات. صافي كنجمعوا العجين اللي عندنا هادشي كامل كنخلطوه مع بعضياته كيتجمع. كنخلطوه مع بعض ايه حتى كنجمعوه تنخليه واحد خمسة دقائق باش يشرب داك المقادير تشرب مع بعضها. صافي كندوزو نديرو حريبلات وكنرشو شوية جنجلة في الطابلة اللي غنخدمو فيها. وكنبداو ندوزو داك الحريبيل فوق داك الجنجلان باش ثاني ياخد شويه الزبده. صافي وكنشدو مقيس او مقيس ديال الكوزينه كنقطعو وتنلوحو في الطاوه وكنحطو الطاوه اللي دهنا بالزيت. صافي وكنحطوهم ندخلوهم في الفران ملي كيطيبو كيجيو هائلين كيجيو زوينين. دابا عاد عرفت من نوع القريشلات على من هضرتي لي. هذاك الشيء ما عرفتي حنا شنو كنقولوا لهم والله ما عرفت. ما كيجيوش تيتويت كيكونوا مقطعين. كنقول لهم الكعكعات كل واحد اش كيقول لهم. الكعكعات هذاك الشيء كل واحد اش كيقول. نعاودوا الطريقه لعائشة. اي ان شاء الله. تفضل. انا لالا كنجمعوا المقادير اللي عندنا. كنجمعوا المقادير كلهم اللي عندنا وصافي وكنخليهم واحد خمسة دقائق حتى تيتجانس المقادير. تيتجانس المقادير ملي كيتجانسوا لينا المقادير كنشدوهم كنبداو نديرو حريبلات وكنديرو كندوزوهم ثاني فوق الجنجلان كنجوج كنجمعو فوق الجنجلان صافي وكنقطعوهم طريفات هكايا وكنديرهم في الطاوة. ملي كنديرهم في الطاوة طاوة مدهونة بالزيت. ايه مدهونة بالزيت. هاي كندخلوهم كيبداو يتحمرو غير الساعة اللي كيبداو يصفر اللون ديالهم تنبقاو ندخلو يدينا وكنحركو هكا نحركوهم اما يدينا اما شي معلقه الخشب بحال هكا باش يتحركوا باش يطيبوا على الجوايه كلها. راه كيجيو هائلين كيجي واحد لوكو فيهم زوين. سيغمو غادي يجيو زوينين. كيجيو زوينين ولداد. وعندي لالا نعطيكم واحد بحال صابلي ديال الملح تنحطو توا معاهم. اها تفضل. عندنا كاس ديال اللبن حامض.
ربع ديال الزبدة. كاس ديال اللبن. اه اللبن. ايه. ربع ديال الزبدة. واحد شوية شوية الملحة. والطحين حسب الخليط. صافي. فيهش المقادير بزاف لا هادشي اللي فيه. كاس ديال اللبن، 4 كيلو ديال الزبدة والملح والطحين. صافي هادشي اللي فيه. كنعجنوها مزيان حتى كندلكوها مزيان كتدلك لينا وكتجمع وراه كتجي لينا وكتجي زوينة. صافي كنجبدوها كنخلي واحد نص ساعة في الثلاجة. كنجبدوها كنديرو البين جوج بلاستيكات، بلاستيكة كنفرشوها كنحطو فيها واحد الكويرة، تنديرو بلاستيكة من الفوق وتنديرو بالمدلك. لا عائشة نعم لا واحدة واحدة غير بشوية دابا تينا ماشي في وسط الكوزينة كتوجد هادشي راه هادشي كتسمعنا حنا وكنكتبو هي يلا يلا عاود من الاول كان غير في العجين ها حنا عجننا كاس اللبن ربع الزبدة مليحة كنخلطو الطحين حسب الخليط حنا كدلكنا الزبدة ودلكنا مع هذاك اللبن وكنبداو نزيدو في الخليط الدقيق بشوية بشوية حتى كتبان لينا صافي راه لينا ونجمعات صافي تنقبطوها تنديروها شويه واحد الساعه في الثلاجه وتنديرو كويرات تنديرو فرشو بلاستيكه كنحطو ديك الكويره كنفرشو عليها بلاستيكه اخرى ونسرحوها بالمدلك ملي كنسرحوها اما عندنا الجراره ديك الجراره ديال عرفت الشبكيه اولا واحد المطيبعات راه مربعين مشنفين صافي كنقبطو واحد كنسرحوها مزيان كنشدو واحد صفرت البيضه كنطربو مزيان كناخذ فيه واحد شويه زيت البلديه وكنسحوها كتنشيتو هذيك العجين كلها اللي سرحنا ياب مفهومه ايوه وتنكونوا حقابتين زليفات ديال البافو وحده ديال الشجلان الابيض وحده ديال الشجلان اللي عندنا موجود في الدار وكنديروا الشجلان الاخر كلشي ها هما موجودين عندنا دوك الزيتون كحلته وكنغسلو مزيان قطعوا طريفات صغيورين كنشدو دوك الطريفات اللي درنا ديال العجين دوك الكارويات كندوزهم شي كندوزهم الجزلان شي كندوزهم البافو شي كل واحد وكنحطو في الطاوة مفهومة الطريقة كيجيو واعرين اه صافي وكندير واحد يزيد فيهم الزيتون كحل كل واحد ينش فيهم صافي كندخلوهم يطيبوا ملي كيخرجوا راه كيجيو عرفتي مكربلين وزوينين كيجيو خاوية من الوسط عاود لي الطريق هي الطريقة ان شاء الله هي كنشدو لالا ملي كنسرحو ديك العجين ديالنا كنكونوا طرنا حنا كنا وجدناه كويرات في الاول من بعد كنطلقوه بالمدلك ياك من بعد كنطلقوه كنديروا كويره كبيره واخا كويره كبيره واخا كيما كان هي طبعا لان غتطلق من بعد اذا فاش كنطلقوها تجي رقيقه تجي رقيقه وكنقبطوا على داك شويه ديال الزيت البلديه مع واحد البيضه مضربين مزيان كندهنوا هذيك العجين وكندوزوا على بدوك المطيبعات اما مطيبعات اما جراره اللي موجوده في الدار ما عرفتش انا الشكل ديالهم كيفاش غيكون كيكون مربع وصغير موجودين يعني السوق. بالجراره غادي سوبوزون عندي غير جراره غادي نقطع الشكل مربع مربع صافي عرفتهم مربعات وكتشدي ديك المربعه كدوزيها كنلقاهم حتى المخبزات كيتباعوا بحال هذا الشكل هذا ايه موجودين مع دوك المربع يكونوا مدهونين بداك البيض يكونوا بحال غير كتحطي عليها بافو ولا كتحطي عليها زنجلان ولا دغيا كيشد صافي ما تقصي في الطاوله دغيا كيطيبوا ما كملش 15 دقيقه كيطيبو كتخرجيهم وتحطيهم مع الفاكية كيجيو زوينين أولا مع قهوة كحلة هكا في العشية تبارك الله عليك تيجيو غزالين غير قولي واحد الحاجة كل نهار ملي كتنوض في الصباح وتينا كتخمم شنو توجد وتينا كتوجد هيدا كنتخيلك أنا ما عرفتش علاش والله العظيم كل نهار عندك شي حاجة جديدة كتوجدها أي والله وكنبغي كنحط شي حاجة كنبغي نفتكرها نشوف شي حاجة جديدة والله ما عندي ميت شي حاجة من عندي وإن شاء الله تبارك الله وسع على النبي عليك الله يوفقك إن شاء الله الله يبارك فيك تحياتي ليك الله يبارك فيك لاله شكرا جزيلا شكرا سيدة عائشة مدينة الدار البيضاء شكرا على الوصفات الشهية والطريقة ديالها بزربة الزربه كتشرح لنا لان هي مولفه كتحضر هادشي عليها شي على اي الف شكر ليها وكنتمنى على انكم تكونوا مشاركين معنا في هاد الفقرات بعد لحظات غادي يلتحق بنا داخل